السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا ميني تارتيلات بكريمه الفلون، بزاف بنان وسهلين مع اللي رانا في يامات تاع البوام الباك. هذا واش يوالم مع العصائر في وقفه وجديهم ويجوا بزاف شابين وبزاف بنان. نبداو بسم الله. اول حاجه راح نبداو بالكريمه، كريمه الفلون. واش راح ندير لهنا؟ عندي لهنا زوج كيسان تاع الحليب، ساعات الكاس 240 مليلتر. نضيف عليها علبة تاع الفلون وزن 50-55 غرام. بالنسبة للذوق أنا استعملت ذوق الفاني، تقدروا تستعملوا ذوق الكاغامال، ذوق البنان كيما تحبوا. ضفت عليها زوج مغارف كبار تاع السكر العادي، زوج مغارف الكبار كحد أقصى يعني ما تزيدوش. الكريمة تجيكم هذيك هي، ما تجيكمش كامل حلوة بزاف. ونضيف عليهم زوج مغارف كبار يكونوا بومبي، يعني يكونوا معمرين مليح مايزينا. إلا شفتوا روحكم باللي خفتوا المايزينا ديروا 3 مغارف كبار، أنا عمرتهم بومبي بزاف. وضفت معاهم صفار حبة بيض، صفار حبة بيض اللي حب يستغنى عليها يستغنى عليها. مي واش راح دير في الكريمة؟ الكريمة تخلي الكريمة ديالنا تجي كريمية، تمد لها واحد اللي فيك شغل تجي هكا كريمية. وهذا هو الخليط تاعنا بعد ما درناه على النار عقدناه مليح. في هذه المرحله راح نضيف عليه مغرفه صغيره لافاني، ونزيد معاه 4 مغارف كبيره تاع المارغرين، ونزيد نخلط كلش كيف كيف. نجي لهنا ندير هذيك الكريمه في غيسيبيون ونغطيها في فيلم اليمونتير يكون يلامس سطح الكريمه، ونديرها في الكونجيلاتور. انا درتها في الكونجيلاتور باش تبرد لي تمتم. هكا نوجدوا الكريمه تاعنا تكون بارده، ما بيد نوجدوا لي فون دو تارت، كل حاجه نجيبوها سوا سوا. شوفوا لهنا نغطيها بهذا الشكل، يعني شوفوا البنات في الخدمه بالك نقول لكم 80% من الخدمه تنظيم. كي تنظمي وقتك في دارك كامل تكملي تمتم وحاجتك تجي ما شاء الله. من جهه واحده اخرى نروحو نحضروا لي فوندو تاخديهولنا. انا حندير 125 غرام مارغرين، يعني كميه قليله، 125 غرام مارغرين. ضفت عليها نص كاس سكر ناعم وقرصه تاع الملح ومغرف صغيره لافاني وحبيبه تاع البيض تكون كامله. ونجي لهنا نخلط بالباتر ولا بيدكم كيما تحبوا، خلطوا بوش حبيتوا، انا خلطت غير بيدي بهذا الشكل. في هذه المرحله راح نبدا نضيف الفارينه، نضيف الكاس الاول تاع الفارينه. بالنسبه للخميره كيميائيه ما استعملتهاش كامل في هذه الوصفه، يعني ما درتش كامل خميره كيميائيه، ومن الاحسن ما ديروهاش باش تقعد هذوك لي فوندو تاغت يقعدوا محافظين على القرمشه ديالهم. بالنسبه للكاس الثاني راح نبدا نضيف فيه تدريجيا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه بهذا الشكل. شوفوا هذه الطريقه. بالنسبه للكاس الثاني ديتو كامل. عندي لهنا هاد ليمول، شوفوا انا هذا وين جبتهم زدت عاود شللتهم ومسحوهم مليح، انا ما ندهنهم ما والو، ما يلصقوا ما يصار لهم والو، بزاف هايلين. ونجي لهنا ندير العجينه كيما راكم تشوفوا، يعني طريقه بسيطه هكا، ونجوز كامل الاطراف بالموس بهذا الشكل. يمدوا لهم شكل بزاف شباب. نجي لهنا نتقبهم مليح بالفرشيطة، وندخلهم الكونجيلاتور حوالي 10 دقائق. في هذا الوقت نروح نشعل الكويزينيغ ديالي، على بالكم بلي انا في السخانه، من الاحسن تشعلوها كي تدخلوهم هادو الكونجيلاتور. كي ديروهم في الكونجيلاتور راح يحافظوا على الشكل ديالهم، يعني ما يهبطوا لكمش نهائيا. طيبوهم على 180 درجه. نجي لهنا نحضر الجزء الثاني تاع الكريمه اللي فيه نص كاس بودره شونتيي مع نص كاس تاع الحليب. ونجي لهنا نهضروا شويه على الكريمه. شوفوا البنات نسبه عفوا
نوعية الشونتيي تلعب دور في الكريمة. إلا استعملتوا نوعية شونتيي يعني خفيفة، كي نديرو هكا نص كاس حليب مع نص كاس تاع الشونتيي، بودرة الشونتيي تطلع لكم خفيفة بزاف. كي تضيفوا الجزء الأول تاع الكريمة، الكريمة تجيكم خفيفة وما تشكل لكمش. واش راح تديروا؟ تروحوا تضيفوا لها شونتيي في هاد المرحلة. فهموني مليح، يعني طلعنا نورمال نص كاس شونتيي مع نص كاس حليب، نزيدوا لهنا نضيفوا الجزء الأول تاع الكريمة يعني اللي خدمناها بالفلون. كي تكملوا كامل الى جفتوا الكريمه تاعكم راهي خفيفه بزاف، زيدوا بودره شونتيي في هذه المرحله، يعني في المرحله الاخيره زيدوا شويه بودره شونتيي. اني نهضر اذا شفتوها بلي الكريمه خفيفه بزاف وكي جيتوا تشكلوها ما خرج لكم الشكل شباب. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، سينو بهذه المقادير راح تجيكم هايله. اني ندي لكم برك تقدروا في كاش خطره تصرى لكم تجيكم الكريمه خفيفه، تحصلوا تقولوا واش نديروا لها وخسرت وماشي مليحه، سختو المبتدئات في الطبخ يعني يحصلوا كاين حتى ما تكملش الخدمه. قلت لكم كي تجيكم خفيفه زيدوا بودره الشونتيي، ما تطلعوهاش بالحليب، زيدوها هكاك بودره، زيدوها في الكريمه راح تولي لكم كريمه هايله. كملت كامل الكريمه تاعي انا لهنا، عاود قلبتها منها باش تجيني سهله الخدمه، يعني هذه واسعه على الاخرى، ونزيدها هكا نطلعها مليح. والكريمه تاعي راهي واجده، نغطيها فيلم اليمونتير وندخلها الفريجيدار تبرد، زيت تبرد لي مليح باش الشكل تاعها يجي شباب. لي فوندو تاع توعي راهم واجدين، شوفوا هم سخونين، هذا وخرجهم كويزينيير، شوفوا يجي الشكل تاعهم بزاف شباب ويطيبوا لكم هايلين. ونجي لهنا نعمرهم بهذا الشكل، هاني طريقه بسيطه جدا. تحبوا ديروا شويه هكا شويه بنان من تحت مع الكراميل تاني، راح تجي فيهم واحد البنه هايله. التزيين انا زينت واش كان عندي في الدار، عندي هاد لي سوغيس كونفي وعندي لهنا الكيوي، شوفوا درت لهم تزيين بسيط بزاف، حط هكا. ومن الاحسن لي سوغيس كونفي هادوك ديروا في بلاصتهم العنب، راح يكون احسن، باسكو انا هادو ما ينتكلوش، انا ما ناكلهمش يعني في الدار كامل ما ناكلوهمش، يعني غير للتزيين بهذا الشكل. نكملهم كامل. ولهنا تاني ملاحظه، الكريمه راني ندير بشويه مع اللي راهي سخانه بزاف هكا باش ما تدوبليش. ونجيب لهنا لا جولي وراح ندير على هذاك الكيوي مع هذوك لي سوغيس، وراح نتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم اللي هي ميني تارتيلات بكريمة الفلون، جو ما شاء الله، يعني شكلا ومذاقا الذوق تاعهم روعة روعة روعة. تحطوهم على عصائر بزاف بنان، وتاني قطعوا لي 19 حبة يعني قريب 20 حبة بمقادير جد بسيطة. لو كان ديري 250 غرام تاع المارغرين حتخرج لك تقريبا 40 حبة. شوفوا شكل تاعها شحال يجي شباب، شوفوا هايلة. وبالنسبة للكريمة أنا قعدت لي يعني هاد المقادير وقعدت لي منها الكريمة. وفي الآخر معليا غير نقول لكم شكرا على المشاهدة، إلى وصفة لاحقة إن شاء الله، سلام.